والرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية والتنسيق بشأن العمل العربي المشترك. الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه باستمرار جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير. تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 80 ودعوات في تل أبيب للإطاحة بنتنياهو. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ولي العهد السعودي قدم التهنئة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين أشقيقين والأمة العربية. وقد ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانبه هذه اللفتة الكريمة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث وجه الرئيس السيسي باستغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشددا على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية مع مراعاة المكون البيئي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي، من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات، وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها. تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد. وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الشيوخ، أعرب رئيس المجلس عن تمنياته أن يديم الله وحدتنا الوطنية وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة. ونحن نودع عاما ونستعد لبداية عام جديد، أتمنى لحضراتكم ولشعبنا الخير والتوفيق. وقد بدأت اليوم احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، ونحن جميعا نهنئهم بها ونبتهل معهم أن يديم الله وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا، وأن تظل مصر كنانة الله في أرضه، وأن يسعد أبناؤها بما فيها من نعم، وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تبلغ غايتها. وكل عام وحضراتكم بخير. قدم بابا الإسكندرية بطريرك القرازة المرقصية تودروس الثاني التهنئة بعيد الميلاد المجيد لبطريرك الروم الأرثوذكس الثاني بمقر كنيسة القديس نيقلاوس بمنطقة الحمزاوي. وأعرب البابا تودروس الثاني عن أمله في انتهاء الحروب والصراعات في فلسطين وإدانته لسقوط ضحايا ومصابين أبرياء. Come on!
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم 80 عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي. واستدفت طائرات الاحتلال ومدفعياته منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع في أرجاء متفرقة من قطاع غزة، موقعة مئات الشهداء والجرحى بعد مجزرة التي ارتكبتها في مخيم المغازي. ووصلت طائرات الاحتلال شن غارات عنيفة على مخيم البريج وشارع السكة بين المغازي والبريج، كما شن الاحتلال غارات عنيفة على خان يونس والمناطق الشمالية للمستشفى الأوروبي في خان يونس. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لبلدة برقة في محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية، هذا واقتحمت قوات الاحتلال القرية ودهمت عددا كبيرا من المنازل. كما قامت قوات الاحتلال باحتجاز عدد من المواطنين داخل إحدى المنازل معصوبي الأعين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية. خسائر فادحة في الأرواح وتدمير كامل للمنازل والمستشفيات وتدنيس صارخ للمساجد، كلها نضوب عميقة في الجسد الفلسطيني زرعتها أصابع الاحتلال الإسرائيلي وانتشرت يوما بعد يوم. وفي الأسابيع الماضية بات مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة مسرحا لاقتحامات عسكرية إسرائيلية شبه يومية تخللتها اشتباكات دموية بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي نالت من أرواح الفلسطينيين مثلما تركت أثارها على واجهات المباني التي تعرض بعضها لدمار واسع. وبينما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملياته هدفها البحث عن مطلوبين، تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية أن العديد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين في عمليات الاقتحام هم من المدنيين العزل. واجتاحت العمليات العسكرية الضفة بتنفيذ القوات الإسرائيلية مجموعة من الاقتحامات والاعتقالات في مدن وقرى مختلفة، وتعمد الجيش الإسرائيلي قطع التيار الكهربائي عن المناطق التي يقوم باجتياحها، فضلاً عن شن حملة اعتقالات طالت عشرات المدنيين الفلسطينيين في مخيمات قلندية وعقبة جبر والدهيشة وبلدة بيتا. وبلغت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية أكثر من 4600 فلسطيني، وكشفت بيانات نادي الأسير الفلسطيني أن حملات الاعتقالات رافقتها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المباشر وتهديد وترويع للمعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب البنى التحتية للمدن والمخيمات ومنازل المواطنين. أكدت فصائل فلسطينية قصف تمركز للأليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون. كما أشارت الفصائل الفلسطينية إلى قصف الحشود العسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامية. في مقابل أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سميع دوي انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشال جثث 5 محتجزين إسرائيليين من شبكة أنفاق تحت الأرض في شمال قطاع غزة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن جيش الاحتلال لم يوضح ملابسات وفاة المحتجزين، حيث أكد كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السلطات تنتظر نتائج فحص الطب الشرعي للجثث. وكانت الرهائن الخمس وهم 3 جنود ومدنيان من بين المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 2 من جنوده وإصابة 3 بجروح خطيرة خلال المعارك شمالي قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة في 20 أكتوبر الماضي إلى 156، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر إلى 489 قتيلاً. دعت صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى الإطاحة ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من منصبه باعتباره المسؤول الأول عن أحداث 7 أكتوبر. واعتبرت الصحيفة أن الظروف أصبحت مواتية الآن لتجدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإطاحة بنتنياهو من منصبه، لا سيما عقب المظاهرات التي شهدتها مدن إسرائيلية السبت الماضي للمطالبة بذلك. وأكدت الصحيفة أن الشعب الإسرائيلي يجب ألا يتسامح مع ما تسبب فيه نتنياهو.
في الأثناء اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، وأكدوا أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة من القدس وأبواب المسجد الأقصى منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى. في حزن واضح داخل كنيسة المهد وسط مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، قرعت الأجراس وأقيمت الصلوات من أجل انتهاء الحرب في قطاع غزة. وكانت البطريركية ورؤساء الكنائس كنائس مدينة القدس قد أعلنوا جميعا إلغاء الاحتفالات كافة بأعياد الميلاد لهذا العام تضامنا مع غزة. غابت عن مدينة بيت لحم مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد مقارنة بما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية، فلم توضع شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد، ولم تعزف فرق الكشافة لدى دخول بطريرك اللاتين ساحة الكنيسة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبدلا من أن يحمل أعضاء فرق الكشافة الآلات الموسيقية في المسيرة السنوية التقليدية مع بدء الاحتفالات بعيد الميلاد، رفعوا لافتات تدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة. ولم تتزين شوارع المدينة كعادتها بأشكال مختلفة من الإضاءة، ولم يأتي المواطنون مسيحيون ومسلمون إلى ساحاتها في ظل غياب مظاهر الاحتفال والاقتصار على الشعائر الدينية. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ميلاد السيد المسيح يأتي هذا العام، ومدينة الميلاد تعيش حزنا لم تره قبل هذا اليوم، حيث لم يسلم أحد من أبناء شعبنا النساء والرجال وكبار السن من القتل والإرهاب ومحاولات التهجير القسري وتدمير آلاف البيوت، ما يذكرنا بما حدث في نكبة عام 1948. وقوبل موقف الطوائف المسيحية والفلسطينية التي قررت اقتصار أعياد الميلاد على الشعائر الدينية بترحيب فلسطيني كبير على مختلف المستويات، حيث يؤكد هذا الموقف وحدة الصف الفلسطيني على طريق الصمود والحفاظ على أرضه والحفاظ على هويته وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية. يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة عن فلسطين تحت عنوان نصرة فلسطين وغزة الخميس المقبل بمقر جامعة الدول العربية. هذا ويحضر الجلسة عدد من الشخصيات العربية والدولية، يسبقها عقد اجتماع للجنة فلسطين بالبرلمان العربي الأربعاء المقبل لبحث آخر مستجدات العدوان على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية. يأتي هذا في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان ضده في 7 أكتوبر الماضي. نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية لمناقشة التقرير الدوري للسعودية. وفي كلمتها بالجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان عبر إصلاحات في الأطر المعيارية والمؤسساتية وعلى صعيد السياسات. وفيما يخص الوضع في الأراضي المحتلة، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي أدى إلى وقوع آلاف الضحايا من الأطفال والنساء. يؤكد هذا التقرير حرص المملكة العربية السعودية وجديات في تطوير ملف حقوق الإنسان، أماكن تقرير متطور وتجربة رائدة المملكة العربية السعودية فعلا خطت خطوات يعني متميزة في تطوير منظومة حقوق الإنسان، وهذا طبعا يحسب للقيادة السياسية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين، حرصهم على تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل متكامل. جميع الملاحظات السابقة التي تطرقتها لجنة الميثاق في التقرير الأول قامت المملكة
العربية السعودية مشهورة بمعالجة أو إصلاحات كثيرة تطرقت إلى هذه التوصيات. أدان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الوضع الإنساني اليائس للفلسطينيين في غزة. وفي رسالة الميلاد دعا البابا لوقف العمليات العسكرية في الحرب بين إسرائيل وحماس والإفراج عن المحتجزين في القطاع. كما حذر البابا من سقوط مزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء مطالبا بالسماح بوصول المساعدات. استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات قادمة من العاصمة القطرية الدوحة تحمل 15 طنا من المواد الغذائية لصالح قطاع غزة. وأكد الهلال الأحمر المصري قيام متطوعيه بإفراغ محتويات الطائرة لنقلها على متن شاحنات من مطار العريش إلى مخازن الهلال الأحمر بالعريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري. من جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي القطري لولوا الخاطر إن عدد الطائرات القطرية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بلغ 50 طائرة حملت أكثر من 1550 طنا من المساعدات لصالح قطاع غزة. في سياق متصل، يواصل معبر رفح البري استقبال الشاحنات الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. واستقبل معبر رفح 44 مصابا ومرافقا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من مستشفيات المحافظات. وقال مصدر طبي مسؤول إن المعبر استقبل 24 جريحا فلسطينيا و20 مرافقا، حيث تم نقلهم بسيارة إسعاف مجهزة للعلاج إلى مستشفيات العريش العام والشيخ زويد والإسماعيلية بورسعيد والسويس والقاهرة والمستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش البحري لتلقي العلاج اللازم. للمزيد حول المساعدات المقدمة للأشقاء في قطاع غزة يطلعنا عليها من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. بعد تحية محمود، أطلعنا على أهم ما لديك من معلومات حول الأشقاء الفلسطينيين وما تقدمه الكثير من الدول للأشقاء الفلسطينيين من المساعدات الغذائية وغيرها. نعم فاطمة، بعد التحية، لازالت كل الجهود متواجدة هنا في محافظة شمال سيناء لتقديم كل الدعم والمساعدات الإنسانية المختلفة لقطاع غزة. محافظة شمال سيناء تحولت لمناطق ممتلئة بالمساعدات الإنسانية. أقف في إحدى هذه المناطق بمدينة العريش والقريبة من مطار العريش، بها عدد كبير من الشاحنات المصطفى على جانبي الطريق وعلى متنها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. هذه الشاحنات بالطبع يعني تستقبل كل المساعدات التي تأتي من الدول المختلفة وأيضا المساعدات التي تقدمها مصر، وهي القريبة هذه المنطقة من مطار العريش الذي لازال يستقبل كل الطائرات المختلفة من الدول. كان آخرها الطائرة التي وصلت اليوم لمطار العريش وهي طائرة قطرية على متنها 15 طن من المواد الغذائية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر القطري، بالإضافة إلى أن هذا المطار أيضا لازال يستقبل كل الزيارات والوفود التي تأتي لتتابع وترى كل هذه الشاحنات الموجودة وتؤكد على الدور الذي تقوم به مصر في إيصال هذه المساعدات، وأن لولا هذا الدور الذي تقوم به مصر لما رأينا كل هذه الشاحنات ولما رأينا المساعدات التي تتجه إلى قطاع غزة. هذه أيضا الشاحنات قريبة من المخازن الاستراتيجية الموجودة في مدينة العريش وتحديدا المخزن استراتيجي للهلال الأحمر، وهو واحد من 7 مخازن موجودة لتخزين هذه الشاحنات هذه المساعدات وحفظها أيضا فيما يتعلق بالأدوية والمواد الطبية. وهذه الشاحنات بعد التنسيقات التي تتم تتجه الدفعة تلو الأخرى إلى معبر رفح لدخولها إلى قطاع غزة. وهنا نقطة أخرى فيما يتعلق بمعبر رفح الذي لا زال تتدفق عليه كل الشاحنات وتدخل من خلاله شاحنات المساعدات، نتحدث عن أن اليوم دخل إلى الجانب الفلسطيني
الصيني 176 شاحنة 136 شاحنة، منهم 76 شاحنة محملة بعدد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 4 شاحنات وقود، وبالإضافة أيضا إلى استقبال المصابين ومزدوجي الجنسية المصابين الذين يتلقون كل الرعاية والعلاج في المستشفيات هنا في محافظة شمال سيناء. فنحن نتحدث عن عدد كبير من الشاحنات الموجودة التي بالطبع ستتجه تباعا لدخولها إلى قطاع غزة من الجانب الفلسطيني لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمود جميل، كنت معنا من العريش مباشرة. وللمزيد حول جهود مصر لإدخال المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة ينضم إلينا هاتفياً الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. أستاذ ناجي بعد التحية، نحن نتحدث في اليوم 80 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومصر على عهدها في طرق كل السبل لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني وإيقاف هذه الحرب أو هذا العدوان، كيف تقيم هذه الجهود؟ الجهود المصرية هي الرقم الصحيح للحرب الإسرائيلية على غزة. مصر منذ اليوم الأول لاندلاع هذه الحرب الوحشية على هنا في غزة، وقد يعني قامت بدورها التاريخي الذي قامت به على مدى 75 عام هي عمر القضية الفلسطينية. وكان موقف مصر الواضح من إدخال المساعدات وربطه بخروج الأجانب من رفح المصرية كان محل احترام وتقدير الفلسطينيين وكل الشعوب المحبة للسلام في العالم. مصر حتى الآن 85% من المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة والمساعدات التي ما زالت في الانتظار أن تدخل إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية من المجتمع المدني المصري بمساعدة الدولة المصرية. لذلك موقف مصر يعني سوف يخلطه تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، لأنها هي التي كشفت بداية الأزمة كلها أبعاد المخطط الصهيوني الأمريكي الغربي على الهادف إلى التهجير القسري عبر الضربات الوحشية للطائرات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على اتجاه جنوبا اتجاه سيناء، ومن أجل تصفية القضية الفلسطينية وجعلها أرض بلا شعب. هذا ما أوضحه رئيس الفتاح السيسي في مؤتمرات علنية مع رؤساء وحكام ووزراء خارجية دول العالم الغربية الضلاع في هذا المخطط، وكان هو وراء وكان هذا الوضوح والمكاشفة لهذا المخطط هو الذي كان وراء تكوير رأي عام مصري ورأي عام عربي ورأي عام عالمي ضد هذه الحرب، ويدعو إلى إيقافها، ويدعو أيضا لإدانة هذه الهجمات الوحشية للطائرات الإسرائيلية. وما زالت مصر حتى الآن تقوم بدورها عندما عقد مؤتمر قمة السلام ثم مؤتمر القمة العربية الإسلامية، وكانت فيها واضحة تماما أن الاثنين التزموا بخريطة الطريق المصرية التي وضعتها الدولة المصرية بوكالة الرئيس فتح السيسي للقوم بهذه الأزمة. ثم كان أيضا ربما أستاذ ناجي يعني هذا الموقف المصري ليس موقف قيادة سياسية فقط، ولكنه موقف شعبي وموقف أيضا سياسي يحظى بظهير شعبي. الرسائل التي يقدمها هذا المشهد سواء لأشقائنا في فلسطين أو الغرب أو حتى المؤسسات الدولية ودور الأحزاب في ظل التعددية الحزبية التي تشهدها مصر هذه الأيام، يعني أول رسالة أن مصر الشعبية خلف مصر الرسمية في أي تحرك باتجاه القضية الفلسطينية، وأن مصر الشعبية تدعم وتؤيد وتوافق على كل ما اتخذته مصر الرسمية من قرارات وإجراءات رافضة لتصفية القضية الفلسطينية، وأيضا رافضة لأي مساس في الأمن القومي المصري. ثاني هذه الرسائل أن مصر الشعبية قامت بالدور الأكبر في تقديم المساعدات إلى أهلنا في غزة. منظمات المجتمع المدني المصري والهلال الأحمر وغيره كلها تصارعت من خلال رغبة شعبية خالصة لكي يعني تدعم القوافل الداخلية لغزة بكافة أنواع المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، وهو ما شهد به الجميع. ثالث هذه الرسائل أن مصر هي في قلب الصراع وهي رقم صحيح لحل الأزمة، وإن الجهود المصرية كانت وراء الهدنة الأولى وراء الهدنة الثانية، وما زالت الجهود المصرية متواصلة لكي يكون هناك اتفاق على إيقاف هذه الحرب المجنونة وإنقاذ أهلنا في غزة. رابع هذه الرسائل أن مصر نبهت العالم كله أن المشكلة ليست مشكلة في هجمات المقاومة الإسلامية يوم 7 أكتوبر، لكن المشكلة أن هناك شعب يعاني على مدى 75 عام من أجل إقامة دولته هو
المستقله ذات السياده على حدود 467 وعاصمتها القدس، وتطبقا للقرارات الشرعيه الدوليه. كل هذه الرسائل اوصلتها مصر بكل وضوح، وايضا عندما نرى ان كل دول العالم تحج الى مصر لكي تلتمس رايها وجاي تستمع لوجهات نظرها، ده يؤكد لك ان دور مصري في هذه الازمه هو الدور الاساسي والرئيسي البارز والمحوري في هذه الازمه. الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، شكرا جزيلا لك. وسط القصف الإسرائيلي غير المنقطع يعيش الفلسطينيون في غزة أوضاعا إنسانية كارثية في ظل نقص الغذاء والدواء. ويواجه الأهالي في القطاع شبح الشتاء القارس مع غياب كامل لوسائل التدفئة وانتشار الأمراض. خوف وجوع أضيف إليه برد الشتاء القارس، مأساة متكاملة يعيشها سكان غزة منذ نحو 80 يوما في ظل قصف إسرائيلي لا يرحم صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة. هنا غزة حيث المكان الذي لا يشبه مكانا في العالم في ظل نقص الغذاء والكساء وانعدام الأمان. لقد وصل فصل الشتاء ببرده وصقيعه، والعديد من الآباء والأمهات غير قادرين على العثور على ملابس وأحذية لأطفالهم الصغار في غزة المحاصرة. إحنا هالجيت حياتنا مأساوية جدا، إحنا هالجيت داخلين على الأربعينية، وإحنا كنا جايبين معانا أواعي صفية لأولادي. طبعا فيش لا أواعي ولا في حاجة ألبسها للأولاد. طبعا بروح على السوق إني أدور فيش ولا أي شيء، حتى الأواعي المستخدمة فيش، مش موجودة. العدوان على غزة والذي يتواصل منذ أكتوبر الماضي أدى إلى الحد بشكل كبير من عدد الملابس التي يمكن دخولها إلى البلاد، مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض حيث أغلقت إسرائيل القطاع. احتلال فرض علينا تهجير قصري، تركنا بيوتنا كاملة وتركنا أملاكنا، والآن نعيش بخيم من نايلون إحنا وأولادنا، ونحن ملوك في بيوتنا. اليوم أصبحنا أزلة عايشين في شوارع نلتقط الملابس القديمة لأولادنا نكسيهم من برد الشتاء، ومش عارفين إيش نعمل في الحال، وإلى متى هذا الحال، وإلى متى هذا الحصار. وفقاً لأصحاب المتاجر المحلية هناك طلب كبير على الملابس المستعملة، ولكن الفلسطينيين لا يمتلكون إلا القليل من المال لدفع ثمنها. قبل الحرب كان في إقبال، بس مش بالشكل الآن حكم الحرب والناس اللي تهجرت من غزة بشكل عام، فصار عندنا اكتظاظ في دير البلح. الاكتظاظ أجبر الناس على أنها تصير في إقبال على محلات البالي أكثر من المحلات الرسمية، لأنه الناس ما حاش مصاري، فلوس محدودة اللي معها. حتى الآن تقريباً رواتب ما نزلتش إلا شهر، يعني إلا 3 شهور في الحرب. وقد نزح حوالي 1,900,000 فلسطيني بسبب الصراع، واضطر العديد منهم الآن إلى العيش في الخيام، إلا أن رياح الشتاء وأمطاره باتت تحاصر اللاجئين في الخيام وسط نقص حاد في كافة مقومات الحياة من أدوات التدفئة والوقود. شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان طالت قرية عيت الشعب على الحدود اللبنانية الفلسطينية. وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ مضاد للدروع في لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية على الحدود، كما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنتي دوفيف ومتات في الجليل الأعلى دون الإبلاغ عن إصابات بشرية أو أضرار أو خسائر بالممتلكات. إلى الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيرة وصاروخين على أوكرانيا استهدفت معظمها جنوب البلاد. وأضاف الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخين و28 مسيرة، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة انطلقت من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.
أكدت روسيا تفوقها على الغرب في إنتاج الأسلحة بعد أن كثف الغرب إنتاج الأسلحة من أجل الحرب الروسية الأوكرانية. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف الذي يشرف على إنتاج الأسلحة إن موسكو بدأت في تحقيق مكاسب ورفع وتيرة الإنتاج في وقت مبكر مقارنة بالدول الغربية، مؤكدا عزم بلاده إبقاء معدل النمو مرتفعا. وأشار المسؤول الروسي إلى أنه من المقرر الموافقة العام المقبل على خطة تسلح للفترة من عام 2025 إلى عام 2034. وبالعودة للخبر الأبرز، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي، من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات، وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشدداً على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية مع مراعاة المكون البيئي. استقبلت كنيسة سانت فاطمة بمصر الجديدة زوارها لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وسط أصوات الأجراس والترانيم، واجتمع الحاضرون على رسائل الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدين على وحدة وصلابة نسيج الشعب المصري. وسط أصوات الأجراس والترانيم استقبلت كنيسة سانت فاطمة بمصر الجديدة زوارها لحضور قداس عيد الميلاد المجيد. العيد هو دايما تقارب، يعني احنا بنتقارب، بنهني بعض الناس اللي بتكون زعلانة، بتروح بتسلم على قرايبها، بتهنيهم في كل الأعياد سواء الميلاد، القيامة، الفطر، الأضحى. فخلي يكون العيد السنة دي فرصة عشان مصالحة مع الدول اللي حوالينا، وبركة المسيح سيد السلام تكون مع الجميع. الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، رسائل اجتمع عليها الحاضرون مؤكدين على وحدة وصلابة نسيج الشعب المصري مسلمين وأقباط. احنا جايين يعني نعمل صورة جميلة جدا، نبين كيف أن الشعب المصري ملتحم، كيف أن الشعب المصري واحد، كيان واحد يحتفل جميعا بالأعياد معا، كما هم يهنئوننا بأعيادنا نهنئهم بالأعياد، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين يعني في هذا العيد، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا الأعياد مرات ومرات ويجعلنا أمة سالمة غانمة بإذن الله. رسالتنا سلام، وأظن أدي ربنا بيأكد هذا يعني هذه الرسالة في بلدنا وفي مصرنا من خلال روح السلام والمحبة والإخاء والدعم والسند، تبادل الاحتفال، يعني تبادل المعايدة في كنايسنا، وتبادلنا نحن لما بنروح نشارك بشكل أو آخر مع أخواتنا المسلمين أو في الطوائف الأخرى، حاجة دي بتثبت أنه الله حاضر في حياتنا. يأمل الجميع أن يأتي العام القادم مليئا بالمحبة والخير وبعيدا عن الحروب والخراب، ليعيش العالم في سلام وأمان.
يعتبر عيد الميلاد المجيد أحد أهم الأعياد المسيحية بما يتضمنه من رسائل المحبة والسلام للبشرية في ذكرى ميلاد السيد المسيح، والذي كان ميلاده معجزة إلهية تدل على قدرة الله وعظيم شأنه. وكل عام وحضراتكم بألف خير من كنيسة سانت فاطمة، محمد الخطيب، التلفزيون المصري. ترأس وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يوانس أديب قدس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس يوسف بمدينة الغردقة. شهدت كنيسة القديس يوسف حضور عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من المقيمين وزائري مدينة الغردقة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. العالم اللي بيعيش في سلام، بيعيش في استقرار، بيعيش في أمن، بيعيش في رخاء، في أمان، في تقدم. والسلام ده مهم جدا يكون أساسه الحب، وعلشان كده الحب أو المحبة الجسر الذهبي للسلام. فالعالم النهاردة جائع ويحتاج إلى الحب، والحب إن الإنسان بيحب المجتمع اللي بيعيش فيه، بيحب كل إنسان موجود. شهد محافظ بورسعيد عادل الغضبان جانبا من قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة سانت أوجيني بمحافظة بورسعيد، وهنأ المحافظ أهالي بورسعيد بحلول عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن مصر تعد نموذجا فريدا في وحدة الصف والنسيج الوطني. أقيم قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة اللاتينية بمحافظة السويس بحضور عدد من قيادة المحافظة. وقال الأب جوزيف وهيب راعي الكنيسة اللاتينية في السويس إن عيد الميلاد المجيد هو مناسبة سلام للعالم. نشكر كل القيادات التنفيذية بمحافظة السويس تحت قيادة ورئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والسيد المحافظ عبد المجيد صقر وكل المسؤولين التنفيذيين والإداريين. كل سنة وحضراتكم طيبين بعيد الميلاد المجيد. كما شهدت كنيسة العائلة المقدسة للأباء الفرنسيسكان بمحافظة الأقصر القداس الإلهي الخاص باحتفالات الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد. وشارك في القداس الذي ترأسه الأب ميلاد جودة راعي كنيسة العائلة المقدسة للأباء الفرنسيسكان بالأقصر عدد كبير من السياح والجاليات الأجنبية المقيمة في الأقصر بحضور الأباء والكهنة والشمامسة. في هذه الأجواء يعني بنخصص كل صلواتنا لأجل السلام في كل العالم، وبنوع خاص في هذا التوقيت. يعني برضو إذا حبينا نتكلم عن رسالة الكنيسة هنا والخدمة هنا، هي يعني بتهتم بنوع خاص بكل الأفواج السياحية اللي بتيجي من كل مكان، علشان كده صلواتنا بلغات مختلفة سواء إنجليزي إيطالي فرنساوي، يعني بقدر الإمكان بنأدي الخدمات لكل الأفواج السياحية اللي بتيجي تحتفل معنا بنوع خاص النهاردة في عيد الميلاد. كنيسة العائلة المقدسة الأباء الفرنسيسكان بالأقصر بنحتفل بليلة عيد الميلاد، أو زي ما بيسميها العالم كله الكريسماس. بتبدأ الصلوات بدخول الأباء الرهبان الفرنسيسكان إلى صحن الكنيسة، وبنبدأ الصلوات بقراءة الرسائل، وبنبدأ بقراءة الإنجيل المقدس، وبتبدأ الوعظة، وبتبدأ الصلوات بعد كده اللي فيها نبوءات عن ميلاد السيد المسيح. العيد عيدنا كلنا، وميلاد المسيح ده يعني حاجة بالنسبة لنا كلنا حدث تاريخي. من المكان ده بقول لكل كاثوليك العالم كل سنة وانتم طيبين. احنا عيلة واحدة هنا في الكنيسة، فهو ده العيد بالنسبة لنا، ان احنا نبقى متجمعين مع بعض ونشوف بعض. منتظرين زمن الميلاد ده عشان يبقى فيه سلام في كل حتة، مش بس في الكنيسة، مش بس بالعكس في مجتمعنا كمان وسط الناس. قولي لهم ميري كريسماس. ميري كريسماس. حظي التعليم التكنولوجي باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس على استحداث مسار الجامعات التكنولوجية التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية. وخلال العام الدراسي 2022-2023
بدأت الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية، وهي جامعات السادس من أكتوبر وبرج العرب وشرق بورسعيد وطيبة وأسيوط الجديدة وسمنود وجامعة مصر التكنولوجية الدولية، لتعمل جنبا إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث: القاهرة الجديدة التكنولوجية وبني سويف التكنولوجية والدلتا التكنولوجية، والتي بدأت الدراسة بها منذ عام 2019 لتقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل. وللمزيد من التفاصيل حول الجامعات التكنولوجية انضم إلينا هاتفين رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية دكتور طارق ميخائيل. بعد التحية دكتور طارق، نرصد خطوات واسعة للجامعات التكنولوجية رغم حدثتها بالمنظور المتطور، ما هي الأسباب والمقاومات التي أدت إلى ذلك؟ أهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقة الأسباب الرئيسية هي احتياج سوق العمل لمثل هذه الجامعات التكنولوجية، لأن في الجامعات الأكاديمية يعني بيتخرج عندنا عدد كبير جدا من الخريجين والدولة بتصرف عليه، وبيطلع في الآخر ما بيلاقيش فرصته في سوق العمل، فالدولة بتصرف عليه 16 سنة أو 18 سنة وفي الآخر يطلع يشتغل شغلانة مش هي اللي بيتعلمها يعني. فكانت فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية أنا بشوف أو بنشئ برامج محتاجها سوق العمل بالشراكة مع سوق العمل. نعم. وباخد معايير سوق العمل دي من خبراء سوق العمل في تجهيز اللوائح الدراسية، مش كده وبس، ده أنا بأشرك الخبراء من سوق العمل والحاصلين على الدكتوراه في التدريس في هذه البرامج كمان كبارت تايم أو عمل جزئي في الجامعة يعني. نعم. ومن هنا بقدر أقول إن الخريج بيصبح بنسبة كبيرة مؤهل لسوق العمل. دكتور طارق، حجم وعدد الجامعات التكنولوجية وانتشارها بمحافظات الجمهورية المختلفة دلالة اهتمام الدولة بهذا المنتج من وجهة نظرك ما هي؟ أيوة، هو احنا بدأنا 2019 ب3 جامعات فقط كتجربة. نعم. بعدها السنة اللي فاتت زي ما حضراتكم تفضلتوا 7 جامعات، وفي خطاب معالي الرئيس الفترة اللي فاتت في اتجاه ان ينشئ 17 جامعة تكنولوجية ثانية، طبعا ده بخلاف القطاع الخاص وبعض الجامعات الأخرى اللي هي هتنشئ برضو جامعات تكنولوجية. فأنت عندك دلوقتي إن شاء الله في المستقبل هيكون في كل محافظة جامعة تكنولوجية وفقا لاحتياجات كل محافظة أو احتياجات كل منطقة، هينشأ فيها تخصصات جديدة بحيث الطالب يتخرج وهو مؤهل لأنه يشتغل في التخصص المطلوب في هذه المحافظة أو المحافظات المجاورة يعني. دكتور طارق، على ذكر هذه النقطة تحديدا، القطاع التكنولوجي متغير دائما ومتطور، ما هي الخطوات أو الإجراءات التي اتخذتموها لضمان المتابعة المستمرة لهذا التطور؟ ده يعني سؤال مهم أوي. الحقيقة احنا في صدد دلوقتي إنشاء معايير مهنية دولية متوافقة مع سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لأن احنا كل 5 سنين أو كل 4 سنين المعايير دي بتتغير وبتتحدث، فبالتالي احنا دلوقتي بصدد إنشاء معايير مهنية وطنية لتخصصات كتير جدا بما يسمى الناشونال اوكيوبيشنال ستاندرد أو المعايير الوطنية، ودي اللي بيتبني عليها على أساسها برامج التعليم التكنولوجي. ده الموضوع بدايته الدول الصناعية الكبيرة من فترة كبيرة جدا، لكن احنا لسه يعني عايز أوصل المراحل الأولى فيه لأنها تجربة جديدة عندنا في مصر، فإحنا بنحاكي الدول الصناعية الكبيرة اللي أنشأت هذه المعايير، فدلوقتي إحنا بنعمل زيها بالظبط، بننشئ معايير وطنية مهنية نقدر نبني على أساسها برامج تعليم تكنولوجي مظبوط. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق ميخائيل رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، شكرا جزيلا لك. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، سلمت محافظة الإسكندرية 55 منزلا لأهالي قرية فلسطين بنطاق حي العمرية الثاني بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير. كما تم تسليم 54 رأس ماشية و37 مشروعا صغيرا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الصحي من خلال توزيع العديد من الأجهزة التعويضية وسماعات الأذن والأطراف الصناعية والكراسي المتحركة للحالة الأولى بالرعاية.
شهدت قرية أبو ريش بمحافظة أسوان تنظيم قافلة علاجية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة في أسوان. تضمنت القافلة مشاركة 8 تخصصات طبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من المترددين وصرف العلاج بالمجان وتحويل حالات للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة. هذا وتختتم أعمال القافلة الطبية اليوم الاثنين. نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمنطقة عرب أبو القاسم بمركز القصاصين بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة الطبية بالكشف على 650 مواطنا، وذلك ضمن خطة القوافل العلاجية التي يتم تنظيمها في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية. تضمنت 10 تخصصات طبية بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. قافلة اليوم تحتوي على معظم التخصصات الطبية: البطنة، أطفال، جراحة، رمد، أنف وأذن جلدية، نساء وتنظيم أسرة، بجانب معمل دم، معمل طفيليات، وجود صيدلية تحتوي على 100 صنف العلاج بالمجان وجهاز أشعة، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية أو تخصصات أخرى للمجمع الطبي. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 167 مليون دولار عام 2022، بفائض تجاري بلغ نحو 42 مليون و800 ألف دولار لصالح مصر. جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات، واستعرض خلاله الأهمية الاقتصادية لدول آسيا الوسطى والعلاقات المصرية مع دول هذه المنطقة، فضلا عن فرص تنامي العلاقات والمصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة. أكدت وزارة البترول تزايد معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بعد المبادرة التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي لمد فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلا من عام واحد، فضلا عن التطور الكبير في إجمالي مبيعات غاز السيارات. جاء ذلك خلال اجتماع لوزير البترول طارق الملا مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، واستعراض خطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا حول المتحف المصري الكبير، وسلطت الضوء على تضافر جهود الدولة لاكتمال بناء المتحف وافتتاحه في أقرب وقت لمحبي أثار مصر الفرعونية وعاشقي حضارتها العظيمة. وذكرت الصحيفة أن التماثيل الفرعونية الضخمة تقف شامخة مزينة الدرج الكبير في المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف في العالم مخصص لعرض كنوز حضارة واحدة. انتهت أخبارنا، وإلى تذكرة بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية وتنسيقه بشأن العمل العربي المشترك. الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير. تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 80، ودعوات في تل أبيب للإطاحة بنتنياهو. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.